المستشفى جرادة رئيس التلفزيون الفلسطيني. مئات الأطفال ماتوا في غارة جوية على مستشفى في فلسطين دلوقتي. مستشفى الآن. حالاً دلوقتي. مئات الأطفال الرضع نايمين على الأرض. بقول له الناس شافت ده. قال لي لسه ده جاي لي حالاً. دلوقتي. الكلاب بيلعبونا بورق ما تشوف. من اول يوم حصل في الموضوع ده وانا عارف نهايته. انتظروا الفترة الجاية مصر هي اللي هتبقى ضد حقوق الانسان. وانتوا فاهمين يعني ايه لما هيجيبوا كل الاخوة اللي في فلسطين على الحدود على المعبر المصري يقول لك مصر مش عايزة تدخلهم وساعتها يبقى مصر هي المجرمة هي اللي ضد الإنسانية وانت صهيونية قديمة اللي في الوقت اللي كل الكلاب في عمال الأرض بيتماروا عشان يقدموا الدعم للكلاب الصهاينة وبكرة بكرة أنا أؤكد لكم إن العربيات الدعم هتدخل لأن الباشا الكبير هيكون موجود يقول لك هو اللي حل هو اللي دخل المساعدات عنده زهايمر يا عم بايدن ده بيتماروا رايحين يقولوا لهم ناقصكوا ايه نعمله لهم ناقصكوا ايه يا ولاد الوسخة نعمله لكم